اهلا بيكم. البيض في المنام، ربما انك انت تكون انسان متزوج وتشوف في منامك انك انت بتجمع بيض في سله، ايه معنى الرؤيه ديت؟ ربما ايضا انك انت تكوني امراه متزوجه وتشوف في منامك انك انت بتنتقي بيض كويس من بيض فاسد، او انك انت بتجمعي بيض، او انك انت بتمتلكي بيضتين. عموما ايه معنى رؤيه البيض في المنام؟ ده اللي هنعرفه في الدقائق اللي جايه، لكن قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. ابن سيرين وشهاب الدين العابر وابن غنيم في المخطوطه بتاعته بيض يذكر ان البيض بيدل على مجموعه من النساء، استدلوا بقوله تعالى كانهن بيض مكنون. فابن سيرين بيقول لك ان لو في واحد شاف في منامه ان هو بيجمع مجموعه من البيض وبيحطها في سله، معنى كده ايه؟ قال معناته ان هو بيكون بيمتلك مجموعه من الجواري. لكن عصر ابن سيرين انتهى وعصر الجواري انتهى. اذا رؤيه البيض بتدل على ايه يا عم الشيخ؟ او بتدل على ايه يا يوسف؟ اقول لك بتدل على النساء، بتدل على خساره في الاموال، بتدل على ربح في التجاره ايضا، بتدل على مشاكل، بتدل على انتقاء الامور الصالحه من الامور السيئه، بتدل على ان الاموال بتاعتك ربما ان في حد ممكن ياخدها منك او حد ينصب عليك. مع ليه معاني كتيره جدا البيض، بس انا هلخصها لك واديها لك في دقيقتين ان شاء الرحمن. فعايزك تركز معايا. اول حاجه يا اخي الكريم، عايزك تعرف ان لو في مراه شافت في منامها ان هي بتجمع مجموعه من البيض، تعرف ان هي هتكون تحت من امرتها مجموعه من النساء. فلو هي شغاله في مؤسسه او شغاله في شركه، تعرف ان الرؤيه ديت بمثابه بشاره طيبه من الله عز وجل ليها ان هي هتكون مديره او هتترقى في العمل بتاعها. طب لو شافت امراه متزوجه ان هي ماسكه بالطين، تمام، نقول لها هنا ان الرؤيه ديت بشاره طيبه ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بحمل، والحمل ده ربما ان هو يكون بولد، لان البطين عكس البيضه الواحده. طيب يعني مثلا لو شافت واحده ان هي بتمتلك بيضه واحده، ربما ان ده حمل يدل على بنت، تمام. ليه؟ لان البيض في المنام بيدل ايضا على النساء. الامر الثاني عايزك انك انت تركز معايا فيه، ان لو شاف راجل ان هو بينتقل البيض الصالح من البيض الفاسد، فربما انك انت يا اخي الكريم تكون داخل في تجاره، التجاره ديت فيها اموال يشوبها ربا، فالرؤيه ديت بتكون بمثابه تحذير ليك من ربنا سبحانه وتعالى انك انت تنتبه على التجاره اللي انت داخل فيها، تنتقل مال الحلال عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، وتبص تلاقي نفسك انك انت انسان مرزق، فربنا سبحانه وتعالى يهب ليك نعم كثيره جدا لو انت نفذت اللي انت شفته في حلمك. معنى انك انت بتنتقي بيت صالح من بيت فاسد معناته انك انت بتصلح امورك، يعني لو انت عندك اموال فبتشتغل بيها في تجاره فبتنتقي الشيء الحلال فيها، او ربما يكون في امر غير واضح ليك، فانت بتكون الرؤيه ديت بمثابه تحذير ليك انك انت تنتبه عشان تاخد الامور الصالحه او الاشياء الصالحه وتركن على جنب الاشياء اللي هي بتكون سيئه. يعني على سبيل المثال، مثلا لو انت شفت انك مجموعه بيض فيها بيض كويس وبيض فاسد، وانت بتنقي البيض الصالح من البيض الفاسد زي ما قلت لك، فربما انك انت تكون في حياتك نفسها، تمام، ماسك شركه، في الشركه ديت في ناس كويسين وفي ناس سيئين، فانت بتنتقي، يعني هم مخلوطون ببعض، فانت بتنتقي منهم الصالح وتخليه قريب منك وتخليه على مقربه جيده منك، وبتبتعد عن الانسان الفاسد. طيب لو شاف انسان مثلا ان هو بيمتلك بيض فاسد، معناته يا اخي الكريم ان الاموال اللي انت شغال بيها فيها شبهه ربا او ان فيها ربا، فحاول انك انت تترك الربا عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في رزقك. طيب ومعناته ربما انك انت تكون بتعرف امراه سيئه، فلازم انك انت تبتعد عنها، وربما انك انت تكون على امور غير جيده في حياتك فلازم انك انت تتركها نهائيا. اذا البيض الفاسد، اي حد يقول لك في منام ان انا شفت بيض فاسد وان انا يعني كان البيض ريحته وحشه او ان انا ماشي في وسط بيض فاسد، تقول له اما انك انت مقصر في الصلاه، اما انك انت تعرف امراه غير جيده، اما انك انت في مشاكل موجوده كتير في حياتك، او انك انت داخل في مشروع تجاري بس المشروع ده مش هيربح اي حاجه. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رساله اهوت، بيض فاسد، بيض مش كويس، وانت عمال بتلم فيه، تبقى مصيبه، تبقى انت شغال في تجاره مش هتجني منها اي خير، او الاموال اللي جايه لك حرام، او انك انت مثلا هتخش في مشروع تجاري، المشروع ده هيكون فاشل، فلازم انك انت تنتبه. ايضا ابن النابلسي، وده شيخ عظيم جدا في تفسير الرؤى، الراجل ده كان ليه كتاب اسمه الاشارات في علم العبارات. اقرا في الكتاب ده هيعجبك جدا. قال ان بياض البيض بيدل على الفضه، وصفار البيض بيدل على الذهب. وربما سبحان الله ان يجي واحد مثلا يسالك يقول لك انا شفت ان انا باكل بيض بس باكل البياض وبسيب الصفار، او ان انا باكل صفار البيض وبسيب بياض البيض. فربما يا اخي الكريم نقول مثلا ان صفار البيض يدل على ذهاب الهموم، او على انتقائك لامر ما بتخوض فيه،
او بيتعرض عليك اكثر من امر فانت بتختار افضلهم. ليه؟ لان يعني فصل البياض وكال الصفار. طيب انا شفت ان انا باكل بياض بيض، ربما يا اخي الكريم انك انت داخل في تجاره وتجني منها ثمار طيبه، او ربما انك انت لسه هتخش في مشروع تجاري، فانت بتاخد الاسباب الصحيحه اللي من خلالها ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويرزقك بالرزق الطيب. طيب لو شافت امراه مثلا، تمام، حامل، ان هي بتمتلك بيض كتير، تعرف ان هي هترزق بولد. طب لو بتمتلك بيضه واحده وده قررته قبل كده، تعرف ان هي هترزق ببنت. طيب امتى بقى اعرف ان البيض بيدل على الرزق، تمام، وامتى اعرف ان هو بيدل على الخساره؟ لو شفت انك انت بتاكل بيض وحواليك بيض مثلا على المائده، تعرف ان البيض ده عباره عن رزق طيب ربنا سبحانه وتعالى هيسخره ليك، تمام، وتعرف انك انت لو داخل في تجاره فهي رابحه، عندك اموال فاعرف ان هي اموال حلال، اعرف انك انت ربما لو اعزب بتتزوج، تمام، ولو انت عزباء بترزقين بعمل والعمل ده بيجني عليك الثمار كتير جدا، تمام، ولو انت متزوجه تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بذريه صالحه. البيض بيدل امتى على الخساره بقى؟ بالراحه، لو انت شفت انك انت في وسط بيض متكسر، بيض ممشش، بيض مش كويس، بيض ريحته مش كويسة، شفت بيض متكسر، شفت انك انت بتجمع بيض بس البيض مش كويس، حد بياخد منك البيض، تمام، وبتديله بيض مش كويس، تعرف ان ده امور مش جيدة في حياتك، فلازم انك انت تصحح امور حياتك انت ادرى بيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: بل الانسان على نفسه بصيرة. ولكن لو شفت انك انت مجمع بيض في سلة وفي حد خطف البيض ده منك، فتراجع نفسك، هل انا داخل مشروع تجاري مع حد؟ لو داخل مشروع تجاري مع حد، تعرف ان المشروع اللي انت داخل فيه ده ربما انك انت تخسر، ربما انك انت تصاب بخساره شديده جدا لو ما رجعتش، وربما ان الشخص اللي مشاركك طمعان فيك، فلازم انك انت تنتبه وتكون على حذر. ده كل ما يدل عليه رؤيه البيض في المنام. فلو عندك اي رؤيه عن البيض وحصل ليك موقف بعدها، يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا من تعليقك ومن التجربه اللي حصلت ليك بعد رؤيه البيض. ولو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتشاره لاصحابك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليكم مطر تحت، اخوكم يوسف احمد، دمتم فد في امان الله.